برضو في من ضمن الدراسات اللي كانوا عاملينها ان انت مستوى التركيز بتاعك لما بيقل على طول الاصابه بتيجي على طول على طول. فيقول لك على طول ان انت المهم ان انت لما توصل لمرحله التعب البدني تشغل مخك جامد جدا على طول. تلعب بمخك تلعبش. حتى يوين كرايف بيقول لك ان رياضه كره القدم بتمارس بالمخ اكتر من العضلات. فانت فعلا الوقت اللي انت تعبان فيه لازم تشغل مخك. اللي كان بيعملها حقيقه بذكاء جدا بركات في مصر الحقيقه. تلاقيه في الماتش نص في جزء من الماتش ما تشوفوش ما تلاقوش فين بركات مش لاقيينه. فهو بيريح شويه علشان خاطر يوصل الشوط الثاني ان هو مركز ذهنيا على حسب حالته البدنيه اللي موجوده. فده مهم جدا. عشان كده بركات لعيب ذكي جدا. فهو احنا محتاجين ان لعيبتنا كلها تكون بنفس الذكاء اللي هو يبقى عارف ايه القدرات البدنيه بتاعته وايه القدرات الذهنيه اللي موجوده عنده. لازم يركز جامد جدا. عشان كده يقول لك على طول هتلاقي كل المدربين يقول لك اتمرنت كويس يبقى هتلعب كويس ومش هتتصاب. يعني دي حاجه احنا بناخدها كده من غير علم ومن غير اي حاجه. فده فعلا صحيح جدا ان انت لما بتتمرن بتركيز 100% بتوصل للماتش ان انت خلاص في الوقت اللي انت تعبان فيه بتبقى مركز 100%. فبتقدر تصنع الفارق لفرقتك وبتقدر تحمي نفسك من الاصابات.